طيب نيجي بقى دلوقتي هنقول القرص الطريه. انا هعملها بكيلو، يعني هبدأ بقى ان انا ممكن اعمل حاجات بكيلو عشان ايه الناس ما عجبهاش الكوبايتين والتلاته، اقول لا احنا في العيد احنا عايزين حاجات اكتر شويه، فكله عايز بالكيلو، فخلاص هو اليومين دول بس همشي بالكيلو، بس ان شاء الله يعني بعد كده هنزل ارجع تاني للكوبايه. فانا عندي هنا هعمل كيلو من القرص الطريه. الكيلو ده اهو، ده عباره عن 6 كوبايات، ممكن برضو اساعدك واقول لك كام كوبايه لو حابه تعرفي يعني. فعندي كيلو من الدقيق، كيلو من الدقيق دول حوالي 6 كوبايات، نص كوبايه من السمنه، نص كوبايه من الزيت. خلاص دي القرص الطريه، يبقى كيلو من الدقيق، نص كوبايه سمنه، نص كوبايه زيت، معلقتين كبار خميره، معلقه باكو بيكنج باودر، معلقه كبيره من السكر، شمر وينسون طبعا حسب ما بتحبي الكميه قد ايه، تحب كتير هزودي، تحب بس هو في المعقول قوي هيبقى حوالي معلقتين كبار ومعلقتين كبار هيملوا العجينه برضو. خلاص وعندنا بقى لبن رايب للعجن، لبن رايب للعجن عشان تطلع معاكي طريه ومظبوطه، حتى انا هخلي منه شويه ادهن بيه وش الايه القرصه. فانا هعمل ايه؟ بسم الله هنجيب الاول كده عشان نسهل على نفسنا بس كده الايه العجن مع بعض. انا هعمله حتى باليدوي ومش بالعجان. نص كوباية السمنة، نص كوباية الزيت. معانا فرح، اهلا وسهلا. ازيك يا فرح؟ الو الو، ازيك؟ الله يسلمك. عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. ليك اي سؤال يا فرح؟ ايوه انا عاوزة طريقة بلح الشام. حاضر، حاجة تانية؟ شكرا يا فرح. تاني يا فرح، انت من اول السنة وانت عايزة، من اول الشهر انت عايزة بلح الشام. كوبايه كبيرة من السكر، معلقتين كبار من الخميرة، نقلبهم مع بعض كده. هحط ايه الاول؟ هو بياخدوا حوالي كوبايتين لبن رايب، بس انا هحط كوباية يعني كوباية وشوية، واسيب حبة عشان العجن. هو ادوبها كده، اجيب بقى اخليها شويه وهقلبها تاني، بس اجي هنا بسم الله اجيب بقى كيلو الدقيق، كيلو الدقيق حاجه اكبر شويه، وعليه باكو بيكنج باودر، معلقتين كبار من الشمر شويه للوش، ومعلقتين كبار من اليانسون. لو عايز تقلي عن كده قلي، ماشي؟ يعني لو عايزه تبقى اقل من المعلقتين دول هيملوا العجينه، يعني الكيلو هيبقى فيهم ده كتير مش قليل، فانت لو عايزاه يبقى اقل مش هقول تاني المقادير كلها تاني. انا عندي هنا دوت كيلو دقيق، كيلو دقيق عليه ايه؟ باكو بيكنج باودر، عليه معلقتين كبار من الشمر، ومعلقتين كبار من اليانسون، وممكن لو تحبي تكسريه نص تكسيره كده ممكن جدا، يعني ممكن تروحي حطاهم في حاجه ودق عليهم شويه، ممكن تحمصيهم في الاول برضه تبقى حلو قوي التحميصه. والملح تقولي كده نص معلقه صغيره من الملح، يعني رشه كريمه شويه. واقلب كده المواد الجافه على بعض. واجي ارجع بقى هنا تاني، واجي هنا خلاص دي خلطتها كويس، حسيت ان حبيبات الخميره راحت، ده بيخلي يخمر بسرعه. ابدا ازود، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا العجن خلاص اهي، بس هي بقى تخمر.
طبعا بسيبيها تخمر تاني. بص بقى حبه لبن الرايب اللي سبتهم في الاخر دول ندهن بيهم وش الايه القرصه كده. ما عندكيش لبن رايب، علبه زبادي مع علبه لبن واضربيهم في الخلاط، يعني نفس علبه الزبادي عايري بيها لبن واضربيهم في الخلاط شويه شمر صغيرين كده. بس كده اسيبها شويه صغيرين تخمر وادخلها الفرن، سيبيها قد ربع ساعه مثلا بس.